حول بن صالح بن مبارك بن معين. الأولاد عندي 7 من الأولاد وثنتين بنات. عشنا في أسرة والحمد لله أسرة إن شاء الله مستقيمة على الدين وعلى الشيمة والمروة القديم والحديث بإذن الله تعالى. سيطر العز فيها والكرم ساق جيش ما حل العد يجري ما نتسمع وشيشة. الله أكبر على اللي يهتون البدوى ما حل بيت شعر فيها والكرم ساق. تمنحك وديان مأرب وأريافها انطباعا ما يمتزج فيه السحر بالحقيقة والماضي بالحاضر. هناك يرتبط الإنسان بالأرض والتراب بالتراث والتأريخ والجدية بالبساطة والرفاهية. ذلك ما تخبرك به تفاصيل هذا الحي من وادي عبيدة حيث يقطن الشيخ عوض صالح بن معيلي. نحييها ونحيي من عندنا ونحيي الطاقم الذي ساعفها ونحيي العاملين عليها في الداخل والخارج. ونقول أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه المنطقة التي تزورون أعيان البلاد فيها وتأخذون منهم العظة والعبرة في الحاضر والماضي. أما المستقبل أنتم رجالها، أنتم الشباب الذي ستنقلون الحقيقة للأمة. نعم، ونقول أهلا وسهلا وليتفضل. حياك الله يا شيخ، أهلا وسهلا بك. طفولتنا والحمد لله كانت في الماضي. نعم، طفولة جيدة وتربية من أهلنا يربونا على العادات والتقاليد الحميدة. نعم، ونحن في هذه المناطق اللي تراها. نعم، مناطق ريفية. نعم، والمناطق هذه اللي تراها عشنا فيها عن وآبائنا وأجدادنا على مزارعنا وعلى ما كان الله يعطي لنا من مد السماء والسيل. نعم، قبل الآبار هذه وقبل المكاين وقبل الكهرباء وقبل كل شيء. نعم، كان يعيشون أهلنا إلا على في هذا المناطق على المزارع وعلى مد السيل. نعم، التي يأتي في البلاد. نعم، وهذه منطقة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بلدة طيبة ورب غفور. منطقة والحمد لله منطقة تسع من جاء إليها وتكرم من جاء إليها. نعم، هي وأهلها والحمد لله. هنا سفينة تحمل أزواجا من بني الإنسان ومن الإبل والخيول والأغنام كذلك، يتقاسمون أنفاس الحياة، يتشاركون تباشير الصباح وأصوات الأذان وأنسام المساء، الماء والكلأ والنار والحياة والحرية. نريد أن نتعرف على يعني هل كنت أنت وأنت في سن أطفالك الآن هل كنت تعمل نفس أعمالهم أو هم الآن يعني يعملون نفس عملك في السابق أو هناك اختلاف يعني كبير؟ ما مدى الاختلاف هذا؟ الاختلاف هو اختلاف الوقت. نعم، كان في الماضي ما فيه عندنا لا مدارس ولا معاهد ولا جامعات ولا كان فيه شيء. نعم، مما كان يصلون إليه الشباب الآن. نعم، تطورت الأشياء أكثر وأكثر. كنا ما نعرف، إذا درسونا في الماضي نعم يدرسونا القرآن. نعم، لا نعرف حساب. نعم، لا نعرف رياضيات ولا نعرف إسلاميات مثل ما يقولون ولا شيء مما يحدث الآن في العصر هذا. كنا في القديم نجي إلى عند المعلم إلى عند الفقيه. نعم، يعلمك صورة من القرآن تحفظها جيدا. نعم،
وينقلك من صورة إلى صورة، ويعلمنا حكاية الترتيب حتى في الصلاة. يقومون لما نجي الصباح بدل ما نكون طابور يعلمك كيف توضي، بعد ما يعلمك كيف توضي يعلمك كيف تصلي. من تتذكر من زملائك؟ أذكر من زملائي رحمهم الله جميعا الماضين، أبو طارق عوض بن علي العرادة، مبخوث بن علي، بن علي بن صالح بن معيلي، وناجي بن حسن بن صالح بن معيلي، نعم، والأخ علي بن سعيد حفظه الله، نعم. والشيخ محسن كان من؟ لا الشيخ محسن رجل من اللغة، رجل كبير السن، نعم، وله ماضي وله تاريخ، له تاريخ قديم، نعم، وله معرفة اجتماعية مع المشايخ، وله أفكار غير أفكار الأمة، نعم، لأنه رجل عصره، ووجاهه، وأيضا نسأل الله له الشفاء، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويحسننا له الخاتمة، نعم، إن شاء الله تعالى. والآن في المئة عام الآن ما يقارب المئة، نعم. وأنت كم يفرق بينك وبينه؟ أنا الآن عمري 67 عاما، ما شاء الله، الحمد لله. إذن هو من الجيل السابق، من جيل الآباء. جيل الآباء، نعم، الذي عاشوا مع آبائهم وتربوا مع آبائهم. وكان من عاداتنا القديمة على أن الناس أنهم تجلس مرة واحدة، نعم. كانت لنا عادات وتقاليد، نعم، يجتمعوا القبيلة، نعم، إذا فيه شان على القبيلة من قبيلة إلى قبيلة، نعم، تجتمع القبيلة في يوم من الأيام وتنادى فيما بينهم البين، نعم، وجهاء وأعيان البلاد ومشايخ البلاد، نعم، وتوجهون على أي قضية، نعم، تكون لهم على أي قبيلة، نعم، وتكون واسطة فيما بين هؤلاء وهؤلاء حتى تصلح الشان إذا فيه نزاع. وإن ما فيه نزاع فيما بينهم البين، نعم، وفيه نزاع خارجي مثل ما تقول قبيلة من خارج الوادي، نعم، كذلك يأتون ناس من المصلحين إذا فيه ثارات قديمة ولا فيه شيء من الأشياء اللي تحصل ما بين القبيلة وبين الأخرى، يتدخلون فيها مشايخ البلاد وأعيان البلاد ووجهاء البلاد وعلماء البلاد، ويسيرون إلى حلول. والحلول هذه، نعم، قد تكون في قتل، قد تكون في شان آخر، مش قتل، نعم، تكون في حدودية، تكون في منطقية، تكون في كذا وكذا وكذا، ويسيرون العقلاء والمشايخ وأعيان البلاد ويحلون هذه القضية، نعم، بواسطة إيش؟ بواسطة حل. كجزء من كينونته ينظر الشيخ الستيني عوض صالح بن معيلي إلى الشأن العام وقضايا الوطن باعتباره شأن يخصه وقضية تستدعي احتشاده. هذا في الشأن الداخلي للقبيلة، لكن إذا حدث شيء على مستوى الوطني، على المستوى العام، نريد أن تذكر لنا ولو موقف واحد اجتمعت فيه القبيلة فيما يخص الشأن العام لليمن مثلاً، للمحافظة، هكذا يكونون. كانوا يسمونه في الماضي يسمونه ملقى، الآن يسمونه مثل ما يقولون ملقى شان، مثل الثورات هذه اللي آتت، نعم، مثل في 2011، نعم، قاموا أعيان البلاد وعلماء البلاد ووجهاء البلاد، نعم، وقالوا عندنا مشكلة، نعم. ما هي المشكلة؟ نعم، المشكلة الذي نواجهها في هذا الشان. أما مثل ما تقول، نعم، في الماضي، نعم، في 2011 حصل خلاف من الحكومة بأغلى أسعار أو مثل ما تقول في البترول، لك اليوم، نعم، في انتخابات تأتي كانوا يجتمعون لها، نعم، ويحددون موقف مع شخصية معروفة، شخصية تخدم الوطن والمواطن، وكانوا يجتمعون عليها يقول نحن منصبين فلان بن فلان لأنه كفو لهذه المسألة وأعرف بها وعنده نظر غير نظر الناس العاديين. كغيره من أعيان ووجهاء وميامين مأرب يخال نفسه معنيا كلما قيل من فتى، وكلما دعا الداعي لأمر جلل يحزم ابن معيلي أمتعته وعتاده الشخصي استعدادا لما هو أسوأ، وفقا لمؤشر وطني حساس تجاه مأرب أو اليمن ككل. طيب، الملقى والمطرح وملقى الشان، يعني هل هناك فروق كبيرة بين هذه المسميات؟ لا،
المطرح أن تنتقل من مكان إلى مكان، أما الملقاة تسرح من البيت وتاوي إلى البيت، أما المطرح أن تسرح من بيتك نعم بكل ما يزينك نعم وتطرح في مكان تثبت فيه، هذا يسمى المطرح. أما الملقاة تسرح من البيت وتاوي إلى البيت. متى يجتمعوا للمطرح ومتى يجتمعوا للملقاة؟ على الداعي، إذا دعاهم الداعي حضر في أي وقت، يحددوا فيه حتى في الوقت القريب، يحددوا في الساعة وفي الزمان والمكان ويحضروا، والناس يكونوا جاهزين. والناس يكونوا جاهزين. طيب هل سبق أنه دعيتم إلى مطرح قبل مطارح نخلة والسحيل والجوبة؟ نعم، دعينا إلى 2011، دعينا إلى 2011، دعينا في ساعة محددة وفي أماكن محددة، وكل إنسان له منطقة يكون فيها موجودنا، والحمد لله سارت هذه الأمور نعم بالدقة، نعم بالساعة والزمان والمكان. نعم زد ما كانت تتخلف من أول، كانوا يتخلفون من أول، اللي يجي اليوم الأول واللي يجي اليوم الثاني واللي يجي اليوم الرابع والخامس وكذا 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 وكذا، لكن الآن لا، لما يكون موعد موعد الزمان والمكان المحدد له. اجتمعتم في 2011، حدثنا عن ملقاء أو مطرح 2011. ما 2011 اجتمعوا أهل الوادي مثل ما تقول في المغنى، وقالوا علينا أشياء من الحكومة، نعم لازم يكون مطرح وكلنا مراجعة عند الحكومة، نعم يكون الناس على ثقة، نعم على أن هؤلاء مش إرهابيين ولا قطاع طرق، وأنهم يطالبون مطالب شرعية، نعم ويتقدمون بها إلى الحكومة، نعم إلى الجهات الرسمية، نعم يرفعون لهم رفعنا مطالب الشعب كذا وكذا وكذا، وانضمت والشعب هذه والشعب من ورانا. انضمت في الساحات هذه، في ساحة مارب، انضمت في ساحة مارب. الساحة في مارب تكون في المدينة، والمطارح تكون خارج، هذه نسميها مطارح لأنها تعزز الساحاتنا. يا سلام. طيب فلما يكونون يعرفون على أن بعد الساحة هذه نعم بعدها مطارح، لأن المطارح يعتبر فيها السلاح ويعتبر فيها الرجال المقاتلين، وهذه يعتبر فيها السياسيين والطلاب والإعلاميين يكونون فين؟ في الساحة. يعني احنا كنا في صنعاء في ساحة التغيير وليس لدينا مطارح. ساحة بدون مطارح، ساحة مارب ساحة ولديها مطارح. هذه ساحة ولديها مطارح، خلفها مطارحنا. إذا تعديت أنت على الساحة المطارح تساند الساحة. طيب ماذا عن الساحات؟ أنت قلت لي أنه الساحات لديكم في العرف القبلي ساحات المدن، يعني ساحات المدن الذي يسكنون فيها المطالبين، نعم يقومون بدورات، يقومون بأناشيد، يقومون بنشاط ثقافي. كيف كنتم تنظرون إلى ساحة التغيير؟ يقومون بصور، يقومون بجولات على المسؤولين، يقومون بمطالب كذا وكذا. اي نعم. كيف يعني كيف كنتم تنظرون إلى مطالب الشباب وإلى أيضا تصرفاتهم وأنشطتهم داخل الساحات؟ مطالب الشباب كانت مطالب حق، والمطالب يتفقون عليها العقلاء والعلماء، مش تجي من فراغ، لابد من حلقة يناقشون فيها المطالب. نعم إذا كانت في المطالب هذه نعم أشياء خطأ أو أشياء ما تحملها الدولة ولا ما يتحملها المواطن، يناقشونها قبل أن يبدونها على المسؤولين. نعم. في الملقى، في المطرح، في الساحة، أيا كان المسمى فالمهم هو الداعي وجلالته عند ابن معيلي عوض بن صالح وغيره من أحرار مأرب، وعليه فالإسناد أمر محسوم، وغاية المطلب حل الإشكال، والإشكال هنا لم يعد بحجم القبيلة بل بحجم الوطن، والوطن يستحق منا التضحية أكثر، أو هكذا قال جيران عرش بلقيس: أعزاء لا ذل ولا مهانة. بعد ذلك انتقلتم إلى المطارح، عندما بعد سنتين أو ثلاث سنوات استقرت الأمور قليلا وخرج الناس بحوار، ولا شك أن القبائل كانت تنظر إلى هذا الموضوع بنظرة إعجاب، طالما والناس اجتمعوا وتحاوروا وخرجوا باتفاق يلتزم به الناس. الذي حصل؟ الذي حصل بعد ما حصل الحوار ما بين الشان اليمني كله، نعم المختلفين والمتفقين، نعم وأجمعوا على أشياء، ارتفعت المطارح والساحات
وقال ظهر اليمن إلى حل. بعدها ما عرفنا إلا الإنقلابيين نعم انقلبوا على الدستور وانقلبوا على الحوار وانقلبوا على على الوثائق كلها نعم، سواء كانت الخليجية سواء كانت الحوار المحلي الذي جمع أطياف اليمن كلها نعم المختلفين والمتفرقين. في المحافظات أيضا في خيمة الحوار لا تزال قائمة في مأرب ولا تزال وستبقى إن شاء الله تعالى على الحق. هذا شيء يعني يطيب انتقلنا النفس. بعد ذلك لما انقلبوا الانقلابيين انتقلنا إلى خارج المنطقة، وكان الاجتماع مسبقا على أن نخرج من خارج المنطقة نعم، لا يغزينا العدو إلى داخل المنطقة، نحن نغزوه من برا نعم، كما عادات آبانا وأجدادنا. آبانا وأجدادنا أخذوا إلى مشارف البلق وتقدم المصريين، تقدم المصريين عليهم ثالث مقدم أو رابع مقدم ويكسرونهم، وهم معهم البنادق العادية هنا يأخذ لك الأثوار، أنتوا تعرفون الأثوار، ويعملون عليها خندق على الطرقات، وجاءت المدرعة والدبابة وسقطت في الخندق وتمرشعها رجال اليمن من علا ولا أسفل نعم بالبنادق الشخصية نعم، وردوا القوة المصرية نعم. وصاحب مران يريد أن يعتمر من خرجنا إلى مثل ما قلت المطارح في نخلة، والحمد لله خرجنا من ذات أنفسنا، سلحنا من بيوتنا، كل ما نحتاجه من ذات أنفسنا، ما يدعمنا أي شخص نعم، لا دولة تدعم، الدولة سلمت القوات، سلمت المحافظات، سلمت كل شيء، سلمته للإنقلابيين ولا تركوا شيء إلا هم مع الإنقلابيين. خرجوا أبناء المنطقة إلى خارج المنطقة، ما يسمى نخلة. أنت خرجت في معهم أيضا؟ أنا خرجت نعم في البداية نعم، الحمد لله خرجنا كلنا. كم جلست في المنطقة؟ جلسنا ما يقارب سنتين وزيادة نعم. كنت تنام هناك وتجلس وتستمع؟ كنا نجلس في المقدمة وحاضرين في ليل ونهار، لا نغيب عن المشهد. إذا قيل لك أن تروي للأجيال قصة الحرب مع الحوثيين في 2015 والتحولات التي شهدتها مأرب الآن، فماذا ستقول؟ الحقيقة لما خرجنا مثل ما أسلفت لك إلى نخلة، تفرقنا إلى مجاميع، وكل مجموعة عاهدت نفسها على أن لا يأتون مع هذا من هذا المنطقة اللي الرجل هذا فيها. قدمنا إلى عدة مناطق، ومن ضمنها ما تقدمنا إليه لصرواح، وجلست في صرواح مدة مع زملاء لنا في الجيش وفي اللجان الشعبية نعم، مع المقاومة الشعبية، وكان لنا موقف وهو موقف شرف عن الأرض والعرض، وكنا بسالة بقول لك صراحة أنا لا نرجع إلى الوراء، أما النصر وأما الشهادة، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر وكتب الله لنا النصر على هؤلاء. وبسبب هذا كان للسلطة المحلية، تكامل السلطة المحلية مع القبائل كان له دور في الوصول إلى ما نحن عليه، أليس كذلك؟ نعم، الرجل هذا محل إجماع، محل إجماع للشاني والمحب، لأنه رجل دولة الشيخ سلطان بن علي العراد، أنا كان محل إجماع للناس ومحل ثقة للشاني والمحب، وكان يصد في الماضي وفي الحاضر عن البلد، وكان لا يرضى على أن يهتك عرض مسلم سواء كان من أبناء المنطقة أو من غيرهما، وكان يسهر ليل ونهار على أن يجنب المنطقة هذه الفتنة وأن يجنبها المشاكل سواء في الداخل سواء في الخارج، أو أن تصادم مع أي قبيلة أو أخرى من خارج المنطقة، وكان له دور كبير نعم في الداخل وفي الخارج، وهو رجل معروف غني عن التعريف في هذا الوقت، والماضي والتاريخ سيحكي عنه. وعن المطارح يدهشك الآباء هنا في مأرب، وليس فقط جيل الشباب، وليس ثمة ما يخشى عليه هناك مثل إهمال تلك اللحظات الاستثنائية في تاريخ اليمنيين ذوي القوة والبأس الشديد، ومأرب
صانعة تلك الملحمة في هذا الآن. لما وصلنا إلى نخلة عدينا قوتنا التي كانت معنا من سلاح شخصي ومن أطقم ومن مما يحصل مع القبيلة، نعم، وتفرقنا وتوزعنا إلى مجامع، كل مجموعة لهم مهمة في أي منطقة، نعم، ورتبنا المنطقة كاملة من جميع الجهات. كانت هناك أيضا أنشطة ثقافية كانت أنشطة ثقافية وإعلامية، نعم، وزارنا كثير من الإعلاميين، نعم، حتى قناة شباب، نعم، زارتنا في نخلة والوثائق موجودة في نخلة، نعم، فضل الله صدينا هجمة الحوثي وعاد يسحب أذياله، وإن شاء الله بعدها إلى مران بإذن الله تعالى. وفي ذاك الوقت أنا أقول لك كان معنا أشياء محدودة، نعم، أشياء محدودة من الأسلحة، سواء كانت 23، سواء البندقية، سواء الرشاش الخفيف الثقيل. أما اليوم فضل الله اللي كان معه في الماضي 3 أطقم، اليوم معه 6 أطقم، 8 أطقم، 10 أطقم، كل قبيلة عنده عدة سلاح. تيسرت الأسلحة من جميع الجهات، وجات الأسواق من بعيد ومن قريب، وكلنا أخذ كفاءتنا، والآن احنا مستعدين لهم في أي وقت نتصدى لهم، نعم، ولا نتصدى لهم على أنهم هم معتدين، نعم، إن خاطبناهم، نعم، ومن جملة من أنا أتحدث مع قناة من قنواتهم وقلنا أتركوا مأرب. مأرب هو المصدر الوحيد للشعب اليمني في محروقات، أتركوا مأرب حتى يستقر الوضع في اليمن. إذا ملكتم اليمن وحكمتوا اليمن وطال الله لكم أو قصر في اليمن لناولكم شان، أما هجمة كذا لا يمكن نتسالم معكم أبدا. الحمد لله فقدنا الولد عبد الله رحمه الله، ولي أصدقاء وأبزياء استشهدوا في المعركة وفي الساحة، وفعلوا من أولادي 3، فعل صالح بن عوض وفعل محمد بن عوض وفعل طارق بن صالح، نعم، لأن فعلوا منهم 2 في صرواح و2 في الطلعة الحمراء، حضرنا في مؤتمرات كثيرة، نعم، سواء كانت في صنعاء، سواء كانت في مأرب، سواء كانت في أي مكان نحضر. شاركتم مرة ضد الدستور في مؤتمر الوحدة والسلام، ذاك بالمليون، نعم، بالمليون خرجوا، ولا نقول الإصلاح بالذات نفسه، لكن من أبناء الشعب اليمني الذين يحرصون على الدستور. استأذن الشيخ عوض بن معيلي في التجول معه في فناء منزله الذي يتشارك فيه مع الخيول والإبل والغنم، تتواجد فيه حتى المدرسة والمسجد، ويزوره الناس إلى هنا فيجد الوقت الكافي لكل هذا بل وأكثر من ذلك كالتجارة مثلا. فضيفنا هو واحد من كبار المستثمرين وله في هذا المجال باع كبير. والله أصحاب المزارع حالتهم جيدة وطيبة والحمد لله، لكن غيرهم لما عنده مزرعة ولا عنده وظيفة حالتهم شوية، نعم، لكنهم يتساعدون مع بعضهم البعض. أيوة. المنطقة الريفية تراهم يجتمعون في كل وقت، يجتمعون بعد العشي، يجتمعون بعد الفجر، إذا فيه مريض وإذا فيه مسافر وإذا فيه واصل مسافر من بعيد أو بايروح مكان بعيد لازم يجتمعوا عليه ويوادعوه، نعم، هذه طبيعة البلد. يعني تجتمعون في أيضا. نعم. وتتعاون فيما بينكم مثل ما تتعاون في أيام الحرب وأيام الشدائد. والله يختلف الأوقات من وقت إلى وقت، نعم، على فرصة الإنسان، نعم، وفرصة من عنده من الناس، إذا كان عندهم فراغ وعندهم فرصة يجتمعون في أي وقت يتناقشون أمورهم. لا أقصد إذا كان في محتاجين وإذا في محتاجين في لجان تقوم رمضانية تقوم على الفور.
في إطار القبيلة أقصد مثلاً، كيف تسير الأمور بالنسبة لمعاونة المحتاجين والمساكين؟ والحمد لله إذا كان عندنا زواج يجتمعون وكل واحد يأتي بما عنده، نسميه الرفد، يجتمعون ويذبحون لهم، أما راحلة ولا بقر ولا غنم. ومن العادة أنهم يجتمعون كلهم القبيلة ويقوم كل منهم يقوم بقدر ما عنده من المال، منهم من يرفد ب20,000 50,000 10,000 5,000 5,000 أقل شيء. الرفد هذا موجود في كل محافظة. الحمد لله، هذه عادات جميلة، عادات لإعانة أهل العرس. الحمد لله، لكن أنتم عندكم عرسكم متعب. أنا عندنا العرس مش متعب، هنا عندنا العقيرة التي يقوم بها والغداء، أما أنتم عندكم غداء وعندكم قات وعندكم مبيال وعندكم يتكبد العريس، يتكبد أشياء كثيرة وصالات عرس. أنا أهم شيء نعم يكون تكلفة الغداء بس، أما الغير هذا ماشي عنده تكلفة. أنا يسوق خيمة كبيرة ولا مكان كبير في ديوانية ولا في أماكن عامة، هو شيء جيد يعني إنه الناس يتركوا توزيع القات في أيام الأعراس. لكن نحن مناطقنا مثلا مناطق زراعة قات، وهذا قاموا على الناس ولا تركوها. أتاحت لنا فرصة اللقاء بابن معيلي والخروج معه إلى منطقة الغجلة، إمكانية التعرف على تفاصيل يوم حافل في حياة البدوي الذي كنا قبل قليل نستعرض سابق نضاله وتضحياته، وهي فرصة أيضا لتوثيق تأريخ محبي الحياة وصانعي جمال الصحراء الذين لا يرغبون بالموت إلا إذا أجبروا عليه، شم الأنوف لا ثأرا كما يقال ولا صبرا. الصباح بعد صلاة الفجر يجتمعوا، يجيبوا لهم قهوة عربية، واللي يعطف البل يعطف البل، واللي يروح للغنم، وبعدها بعد ما يتقهوى وكل له عمل، حد في الإبل يسرح، حد في الغنم، واللي عنده مزرعة يسرع لها، والعلاف يسرح ويجيب علف للمواشي ويفرقها بينها مثل ما شفتوا، يعطي للخيل نصيب، يعطي للإبل نصيب، لأن الإبل تنقسم إلى قسمين، منها خلفه مثل ما رأيتوا هذيك اللي حلبناها لكم، أمات الحيران لها جهة مختصة بها ولها علاف الحالة. أمات الحيران يعني؟ أمات الحيران الحلو، المرضعات الصغار اللي عادها مرضعة صغارنا، والكبار لها مجال الحالة مثل ما ترانا. هذه قد هي ابن سنة الآن، الحيران هذه قد هي ابن سنة، وأماتها قد هي لقيح الآن من فوقها. لقيح يعني ابن كم؟ لقيح من فوق أم سنة. نعم. في يجتمعوا إلا وقت الظهيرة، كل من عمله، اللي سرح للمزرعة، واللي سرح للعلف، واللي سرح بالغنم، واللي سرح بالبل، وكل منهم في عمله، حتى يجي نص النهار يجتمعوا على الغداء، وكذلك المرواح مثل الصباح، كل في عمله يمشي. هذا أصحاب المزارع والملاك، لكن الذي ليس لديهم مزارع ولا أراضي ولا كذلك. نعم، هم يختلطون مع بعضهم البعض للحاجة، هنا للحاجة مثل المواشي أعلاف يروحون عند أصحاب المزارع، منهم من عنده مزرعة، منهم من يروح إليه صاحبه يعطيه، نعم، منهم من يشتري، منهم من يعطى له كذا كذا. تجتمعون من أجل المسكين مثل ما تجتمعون في الحرب وفي الشدة؟ أيوة ضروري، نعم، مساعدنا، واللي ما معه أرض ولا معه مزرعة يعطونا من المزارع إذا حصل. سيطر العز فيها والكرم ساقج.
ما حلا بيت شعر.